غاليا، يمكن احكي لنا قصة انضمامك للنادي الأهلي. Como as meninas. Sí, sí, como has venido acá para y la oportunidad para ti para estar acá en el Ahli. Estoy muy feliz de poder estar jugando en la equipo de Ahli. Es una equipo سعيدة muy grande para mí. سعيدة جدا بانضمامها للنادي الأهلي وتعتبرها فرصة كبيرة وعظيمة لوجودها داخل النادي الأهلي. Estoy muy feliz de poder estar aquí. وسعيدة جدا لوجودها في مصر وتتمنى أن تستمر. Es una gran oportunidad para mí. وهي دي وتعتبر فرصة عظيمة بالنسبة لها. Estoy muy feliz de nós meninas conquistarmos o título da Copa. وسعيدة جدا لتواجدها ووجودها داخل هذا الكيان الكبير. طيب أنا عايز أسألها يعني بداية من أول ما وكيل أعمالك. لما بدأ وكيل أعمالك يكلمك ويطلب منك مثلا إن جاي لك فرصة إن أنت تنضمي للنادي الأهلي. هل دخلت مثلا شفت النادي الاهلي مين او ولا كنت عارفه من البدايه مين هو النادي الاهلي؟ para mí fue muito muito importante porque كانت بالتاكيد فرصه عظيمه وكبيره عندما تحدث معها وكيل اعمالها عن انضمامها للنادي الاهلي. Porque eu procurei saber sobre o Ahli e vi que era clube muito grandioso. سمعت كثيرا عن النادي الاهلي وهو نادي عظيم وكبير ومعروف. As meninas também sempre ganhavam os títulos, então estou muito feliz de poder estar aqui. سمعت وقرات وشاهدت الالقاب الكبيره للنادي الاهلي فكانت بالنسبه لها فرصه عظيمه ان تكون موجوده في هذا الكيان. طب انت سعيده باحراز اللقب الدوري والكاس، يعني حسيتي ان انت حققتي ما قدمتي من اجله؟ Estou muito feliz de poder ter ganhado o título. بالتأكيد هي سعيدة جدا لحصولها على الدوري والكاس وشيء كبير ويسعدها. Eu entendo, mas minha família está muito contente também. وحتى عائلتها في البرازيل سعيدة جدا بحصولها على هذه البطولات. وسعيدة أيضا بتواجدها مع زميلاتها في الفريق وسعادتهم بحصول بطولة الدوري والكأس. واحنا بنبارك لك طبعا أكيد وبنشكرك على أدائك مع الفرقة. Muchas gracias. شكراً. I love you so much, the fans, the Ahli Club. طبعاً بتعبر عن سعادتها وحبها للنادي الأهلي.